بالنسبة لحاضنة الابتكار التي تشرفنا بتوقيعها نحن الشركاء جامعة منظور التي أمتلك شخصيا وتشرفت بذلك، وقعنا أمام صاحب الجلالة بشراكة مع جهة سوس ماسة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كذلك مع وزارة التجارة ومع ولاية أكادير كذلك كمشرفة معنا على هذا الموضوع. هي شراكة تسعى إلى جعل البحث في خدمة التنمية بكل بساطة. وجعل البحث في خدمة التنمية يعني أولا أن يكون هناك فضاء لاستقبال الشركاء، لاستقبال المقاولة، ولكي يتمكن الأستاذ الباحث والطالب الباحث من تقديم نتائج بحثه ومن أن يكون على الدوام في صلة مع هؤلاء الشركاء. بالطبع هناك قضايا كبرى يشتغل على الأساتذة الباحثون ويبذلون في ذلك مجهودا كبيرا، والطلبة كذلك لا بد لها من أن ترى النور في شكل براءات اختراع، ولكن كذلك في شكل مشاريع مقاولات، مشاريع كذلك تجيب عن بعض الانتظارات في مختلف المجالات، سواء أن تعلق الأمر بالطاقات المتجددة أو بالتحولات المناخية أو بالدراسات السوسيولوجية أو بالجوانب القانونية. هذه كلها في الجامعة هناك فرق بحث ومختبرات تشتغل عليها، ولا بد أن ترى هذه المختبرات أبواب أخرى تفتح لها لكي يصبح البحث ذا صلة مباشرة بالتنمية. ولذلك فحاضنة الابتكار ستكون فضاء لاحتضان المقاولات، فضاء لمختبرات علمية من طراز عالي، وكذلك تكون فضاء للقاء ولتبادل الرأي، وفضاء تنتعش فيه فكرة انفتاح الجامعة على محيطها السوسي اقتصادي، أي هي تجسيد لهذا المبدأ. والحاضنة سيتم تمويلها من طرف الشركاء الذين أشرت إليهم، ويصل تمويلها إلى حدود 45 مليون درهم، إننا نعمل مع كافة الشركاء على أن يرى هذا المشروع وجوده في أقرب الآجال في أفق ما تم هذه السنة الجارية. المسألة الثانية هو الاتفاقات التي نعقدها مع وزارتنا الوصية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، هي والتعليم العالي والبحث العلمي، هي اتفاقات لدعم هذه المشاريع، واتفاقات تأتي في بعض الأحيان مع شركاء آخرين، وآخرها الاتفاقية التي وقعناها مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي مفادها القيام بدراسات وتتبع لمآل الطلبة لمساراتهم، وكذلك لمسألة وإشكالية اندماجهم حتى يكون الجميع قادرا على تتبع هذا الأمر، لأنه هو السؤال الأكبر اليوم الذي يجب أن نطرحه باستمرار، وأن نبحث له عن أجوبة، وأن نبحث له كذلك عن صياغ تجسد هذا الأمل. الشباب يتلقون تكوينات لا بد لهم من أن يروا في الأفق الأمل الذي يمكنهم من اندماجه في الحياة العملية، وهذه أسئلة كذلك ضمنتها هذه الاتفاقية. واتفاقية أخرى وقعناها كذلك مع بعض الجهات، بالخصوص منها جهات الدخل وادي الذهب، من أجل تمويل مؤسسة جديدة في تلك الجهة. اتفاقات مع جهة العيون الساقية الحمراء من أجل توسيع بنية التعليم العالي بالعيون، وشيء نفسه بالنسبة لي الاتفاقات التي نعقدها مع جهات سوس ماسة وتهم ما أشرت إليه من حاضنة الابتكار فيما يتعلق بحاضنة الابتكار، وما يتم اليوم من دعم لكلية الطب لكي تكون لها بنيات حقيقية تمكن من أن تصبح هذه الكلية إضافة نوعية في مجال التكوين والبحث، لأن كلية الطب مشروع كبير جدا ويجب أن يسير في اتجاه دعم حضور الجامعة في الجهات الجنوبية.